بعد عطلة دامت شهرين، نواب البرلمان يعودون إلى مبنى زغود يوسف، وفي انتظارهم أجندة ثقيلة وترسانة من القوانين يجب تمريرها، وسط تساؤلات حول مستقبل الغرفتين. هل هي آخر دورة برلمانية لهم؟ خاصة وأن رئيس الجمهورية أبدى نيته في حل المجالس المنتخبة. توجه الدولة كله نحو مؤسسات جديدة، عندنا مؤسسة الرئاسة تجددت، الدستور يتجدد، من المفروض أن تكون فيه كلها مؤسسات جديدة، انتخابات جديدة، ممثلين للشعب يكونوا على الأقل يمثلوا طبقة أكبر. نظن باللي ضروري أنه يكون فيه تغيير سواء للبرلمان أو حتى للمنتخبين المحليين. أسئلة قسمت ممثلي الشعب بين مؤيد ومتحفظ في انتظار ما ستحمله الدورة الحالية. نحن في حركة مجتمع السين كنا قد طالبنا بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة منذ زمن، يعني قبل الحراك وأثناء الحراك وحتى الأيام هذه. بالتالي كل ما كان هذا الأمر متقدم وفي وقته، يعني سننطلق وسنكون في بناء مؤسسات جديدة تكون تمثيلية. أنا من الناس من دعاتها راني نقول شبعنا هضرة، شبعنا سب، شبعنا عدم مصداقية، يحلوه. أنا راني نهضر على روحي، كاين بزاف يمكن يخالفوني في الرأي، رانا نقولوا النظام هذا احنا محسوب علينا الأغلبية، كي العاصي كي المطيع. قال كنتوا في نظام القديم، كنتوا مع العصابة، كنتوا ترفعوا يديكم، ما فيكمش لمان، إذا يلا نبدوا صفحة جديدة. واللي جابه يقولوا الناس الوالا الصندوق كسر القرون، واللي جابته الانتخابات النزيهة بلا 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 رشوة، بلا شراء الذمم، بلا ما يكون عندك بيستون في الإدارة، مبروك عليه. لطالما رمي البرلمان الحالي بسهام الشكوك في شرعيته، ما يجعله قاب قوسين أو أدنى من الحل.